أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بعيدا عن السياسة. اكتشفت بقايا أحفورية يعتقد أنها لحيوانات ضخمة محلية منقرضة من الكسلانيات تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في مار تشيكيتا بمنطقة كاميت نورتي في الأرجنتين، وهي بحيرة مالحة داخلية تقع في الشمال الشرقي من مقاطعة قرطبة. هذا وتم اكتشاف البقايا من قبل الشقيقين برونو ولوسيو اللذين كانا يلعبان على الشاطئ، وتعرف باسم الحيوانات الضخمة حيث يزن الواحد منها نحو طن. تواصل الصين وضع اللمسات الأخيرة للمراحل النهائية من عمليات بناء جسر دوار يطلق عليه اسم جسر تشي تشي، وهو أطول جسر فيه سكة حديدية سريعة تربط بين مدينتي فوزهو وشيامين الصينيتين. ويحتفل الصينيون بهذه المناسبة بإطلاق الألعاب النارية في محيط الجسر ضمن فعاليات تم تنظيمها خصيصاً للمناسبة. خضع النموذج المكتمل للروبوت غوندام الذي يزن 24 طناً لاختبار تجريبي في مصنع غوندام في يوكوهاما قرب طوكيو ليبهر عشاق السلسلة الكرتونية المشهورة في العالم بأسره. ويستوحى الروبوت العملاق غوندام من السلسلة الكرتونية الكلاسيكية غوندام ذو البدلة المتحركة، وصنع الروبوت من الفولاذ الصلب وبلاستيك مكون من ألياف كربونية معززة، ويبلغ ارتفاعه 18 متراً. أعلنت شركة رينج للكاميرات الأمنية عن إطلاق كاميرا للمراقبة الداخلية التي يمكنها الطيران حول المنزل للمراقبة أثناء وجودك بالخارج، ويمكن لهذه الكاميرا الطائرة أن تحوم بشكل مستقل حول منزلك وترسل تنبيهات إذا اكتشفت دخلاء أو حريقاً أو حالات الطوارئ أثناء وجودك بعيداً عن المنزل. وقالت الشركة إنها تهدف لمساعدة الأشخاص على مراقبة منازلهم دون الحاجة إلى تثبيت عدة كاميرات، ويمكن للمستخدمين تحديد مسار محدد للكاميرا عن طريق حملها بجميع أنحاء المنزل. يبرع الفنان الصيني تشاو شنيغي البالغ من العمر 30 عاماً بعمل تماثيل من الإطارات التالفة، حيث قام بصناعة نحو 200 تمثال في غضون عدة سنوات. وتحاكي التماثيل التي صنعها الديناصورات والشخصيات والوحوش المستوحاة من أفلام الأبطال الخارقين والألعاب، إلى جانب شخصيات من القصص الفلكلورية التقليدية الصينية. تهدف مسابقة تكنولوجيا لصالح البشرية التي تنظم في إطار مهرجان تكنوفاست 2020 لتكنولوجيا الطيران والفضاء في غازي عنتابة التركية إلى الكشف عن المشاريع التي تعود بالنفع للمجتمع. وينظم المهرجان فريق التكنولوجيا التركي وقف تي 3 ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، وتستمر فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان تكنوفاست لتكنولوجيا الطيران والفضاء التي تقام في مركز معارض الشرق الأوسط بدعم من شركات التكنولوجيا الرائدة في تركيا والمؤسسات العامة والمؤسسات الإعلامية والجامعات.
ساهم طلاب من جامعة المستقبل في هاكوداتا اليابانية في تطوير قناع وجه كامل يعرض وجه مرتديه كصورة رسوم متحركة مع كامل تعبيرات الوجه في الوقت الفعلي. وعند وضعه على الوجه يكتشف الجهاز تعابير الوجه مثل الغضب أو الحزن ويقوم بإعادة عرضها على شاشته. وأوضح يوشيناري تاكيغاوا الأستاذ المساعد في جامعة هاكوداتا أن الطلاب اليابانيين يحبون الرسوم المتحركة والألعاب ويتخيلون تغيير وجوههم إلى واحدة من تلك الشخصيات، لذلك كان هذا هو الدافع وراء بدء هذا المشروع. تطوعت مجموعة من المعلمين في ولاية أغري شرقية تركيا من أجل دهان جدران المدارس، وذلك استعداداً لانطلاق الدوام المدرسي بشكل تدريجي. المبادرة التي تتواصل بإشراف مديرية التربية في الولاية تتضمن أيضاً إصلاح وصيانة المدارس من قبل المعلمين المتطوعين ورسم الرموز والأشكال التي تنبه الطلاب بخصوص مراعاة قواعد الوقاية من فيروس كورونا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. تشهد ورشات فن الباتيك في ماليزيا إقبالاً كبيراً من قبل السياح، ما يجعل منها مورداً اقتصادياً مهماً في البلاد ووجهة مفضلة للزوار الأجانب. والباتيك هو فن تقليدي يستخدم فيه الشمع والألوان لتزيين الأقمشة وزخرفتها، وتعد الملابس المصنوعة منها جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لمواطني المنطقة. وفي العاصمة كوالالمبور تتيح ورشات الباتيك التقليدية للسياح الأجانب فرصة لتعلم هذا الفن بشكل عملي. وتعد ورشة جاي باتيك الأكبر والأشهر بين مثيلاتها في كوالالمبور، حيث لا يسع الزائر لماليزيا إلا أن يمر بها خلال زيارته إلى العاصمة. ويتألف فن الباتيك من عدة مراحل، حيث تتم تغطية بعض أجزاء القماش بالشمع، ومن ثم تلوين الأجزاء الأخرى المكشوفة، وتكرر العملية والزخرفة بلون مختلف في كل مرة، ثم يزال الشمع ويعرض القماش للحرارة لتذوب بقايا الشمع وتظهر الألوان والزخرفة بصورتها النهائية. ومن الصعب العثور على هذا الفن الموروث منذ عصور قديمة في مناطق أخرى جنوب شرقي آسيا باستثناء ماليزيا وإندونيسيا.
Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شيء اسمه خشونة الركبة أو الاحتكاك الخاص بالركبتين، يعني نسبة كبيرة من الذين يترددون على عيادة العظام يعانون من هذه المشكلة. طيب الأساس فيها إيش وإيش أسبابها؟ لحد الآن أسبابها غير معروفة، أو الأسباب المباشرة غير معروفة، لكن هناك عوامل مساعدة تؤدي إلى هذه الأشياء. لو نظرنا إلى العوامل المساعدة ورتبناها ترتيب صحيح وسليم، أول شيء زيادة الوزن، ثاني شيء عدم ممارسة الرياضة، هذا شيء ضروري إن نركز عليه في قضية الخشونة وازدياد درجة الخشونة عند كثير من المرضى. أيضا طبيعة العمل، يعني إيش معنى طبيعة العمل؟ يعني كثرة الوقوف، كثرة الجلوس اليومي، زي مثلا طائفة الموظفين، طائفة الناس اللي بتجلس كثيرا زي الشوفيرية أو الخياطين، هدول بيتعرضوا كثيرا إلى ما يسمى بخشونة الركبة، وتبدأ درجاتها من الدرجة الخفيفة إلى الدرجة المتوسطة إلى الدرجة المتقدمة. لكن إحنا بنقول بالعموم هيك، يعني لو أجينا إلى الدرجة الخفيفة والمتوسطة في إمكانية العلاج، ولكن الدرجة المتقدمة الله غالب يعني مضطرين إنه نتابع المريض ونحاول نخفف من الأعراض تاعت خشونة الركبة إلى أن يصل المريض بعد ذلك إلى ما يسمى بالمفصل الصناعي. وهذا شيء يعني يجب أن إيش نقف عنده، كيف بدنا نمنع حدوث ما يسمى بالخشونة لكي لا نصل إلى مرحلة المفصل الصناعي. أول شيء وأهم شيء ممارسة الرياضة اليومية، والمحافظة على أن الركبة تأخذ كل الليونة تاعتها، أو كل يعني ما يسمى بتمطيط العضلة بالكامل، عضلات الركبة. وأهم شيء في ذلك اللي هي ممارسة الصلاة بشكل صحيح دون الجلوس على الكرسي. الجلوس على الكرسي يؤدي إلى التيبس، والتيبس يفاقم الخشونة، والخشونة تؤدي بعد ذلك إلى التيبس، وهكذا نظل في حلقة للأسف الشديد تصل بنا إلى خشونة متقدمة ومن ثم إلى المفصل الصناعي. ثانيا انقاص الوزن، انقاص الوزن مهم جدا، في شغلة مهمة وأساسية تؤدي إلى الخشونة بشكل كبير، ألا وهي صعود الدرج. صعود الدرج، التقليل من صعود الدرج مهم جدا. الدرجة الطبيعية أو الصحية اللي هي 14 سنتي، للأسف الشديد كل ما نرى حاولنا أكثر من 15 أو 16 أو حتى بيصل إلى 20 سنتي، فهذا يؤدي بالضرر على الركبة. طيب أجاني المريض، المريض شخصته وعنده خشونة، إما أن يكون من مرحلة الخفيفة أو المرحلة المتوسطة، هذه يعالج بإذن الله تعالى، والخطة العلاجية تدخل كالتالي. أول شيء حقن، إما أن يكون بحقن الركبة بما يسمى بالبي آر بي اللي هي البلازما، أو حقن المواد اللي بتدخل في تدعيم ولزوجة الركبة، هذا شيء. وأيضا علاج طبيعي لتقوية العضلات الخاصة بالركبة، وأيضا لتمطيط العضلات اللي حوالين الركبة. أضف إلى ذلك بنأكد على حاجة مهمة، العلاج الدوائي اللي هو ما يسمى بالمواد الأساسية لبناء وتدعيم وإصلاح الغضاريف. أغلب الأدوية اللي منتشرة في السوق الحمد لله تؤكد على هذه الثلاث أشياء، أو الأدوية الخاصة بتدعيم أو مدعمات الغضاريف. ممارسة الرياضة شيء مهم وأساسي وضروري، يحقق 80% من الشفاء.